عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال الله كان باللحم من هلب فرفع إليه ذراع وحلو سكر يلي قرب وكانت وحين أهيت قرب كنا تعجبه من عجب قليسه فنهش منها وقوصت النبي عليه الصلاة والسلام قرب كنوش على النبي عليه الصلاة والسلام قرب ولا هذا واتقانان النبي قال عليه الصلاة والسلام قرب كيش عليه هذا ماذا وقال مركز هلب ويدي ستوحي كله نيكو قرب Somali is at the Lubar, a girl came over and cook in here. Mashallah, Somali, America, if you come. And Aisha Taradi Allah, Anna Kala, the Haiti, the Nabi, who are Salah, Ali, who was Salam, your Hibu Mitchell, Al Halwa, Waham, Mahambu, Chala, Yawal Asala, Malabka. Say, Yel Alabta, Mahan, Najar Alka, Ayu Chala, Nabi, Ali, his Allah to a Salah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خيرهم ويشركون عبد وجه الكتاب شمائل المحمدية أما شمائل محمد صلى الله عليه وسلم وحين قدم بيجي حديثك رقم بقول صدر يلح سدو أنا جاي قريه عن حكيم بن جابر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجر حكيم بن جابر منك اللي يرادو دخلت وحان صوق علي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال صوق علي فرأيت وحان أركي عنده أكتيس الدباء بعر بان أركي يقطع لقوينيه فقلت وحان إلي ما هذا كان محويه قال وحجر صلى الله عليه وسلم نكثر وانكبت سنابيه دبهن طعامنا عنضا يدا يسوغا عن بحسن إنا انكبت سنا أبو عيسى الترمذي وحليه وجابر هذا هو جابر ابن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو الرجل من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من صحابة النبي كمذا ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد هل كان حديث النبي الله محمد كوري وأنا حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت كان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يحب متجعل الحلواء وحمعان بوتجعلائي والعسل ملبك سيد ألابت معان نجرالك أيوت على النبي عليه الصلاة والسلام إيوم ملبك والنبي عليه الصلاة والسلام وتجعلاء هذا ملبك سيلو عنا وحن معان لكن قفل بمية أصوبتا مية قفل بأم أصوبتا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحن صومر دونا من سعوتك دونا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكسو بكسدي دوم وحن صومر ري وآد أباهم أيار رطب لصوت لكي دمعينو عنه نبي عليه الصلاة والسلام قعنتك قبطي وحوير إنك ناقه من دومك سودود سدي باتهاي ها عنن مركي دم وحالك يعني فالفالير ير إيا اسبيناج سلقك نوع عاصو الاسكسو هجاتيو لغا صادقي مرق أهان لوسو هجاتيي نبي وحوير تناكو في عن عن عليه الصلاة والسلام قفك مركي وحي أحن والاقي علينا ياه قفك سنكرت قوى إنه وحيالها مع معان اسكا إلالي على هوا حلو ذهن يوحن مارتي لقد تسيهي مايا مالهنا يبلشوين كنا مالهنا ويكال دوانيهين مالها سيدة دبا قبو بأه وحال اسكا إلالي وحال اسكا إلالي وحا معان للك قبو بها مركاتيو قولك آذان شقق عانتا لغا قبطو أكسي سيس بادان أو حوق له 6 كيلومتر 7 كيلومتر أما قعانك شقيني 8 كيلومتر سعص أما أكسي سيس أدك ما آذان سمينيني وحال الشيلي يستغر إسكا إلالي لكن وحال الشيلي سوى البابا عافماتك ومفعنو وحال الشيلو سوى البابا عافماتك ومفعنو مركا والنسبي قفك مارتي وحيالها مع معان والنسبي من مر لو باهي ويسكترتا لكن إلا يراد نبي الله محمد باتش على عليه السلام أنه وانت نقبان كدقا هيا يا ما هيا يا سيدا لو فهمين يعني نبي قبوتش على ويهي هدوبة هلبا
هذا مركي ودمنا كلها اللي تجوا وقعد قرنا إسحاق ملها كلها برور تصير اللوع عن الجري يكورسك لوع عن الجري حاوي مركي بقفك وتوب اللوغين هي يقول لوغين هي ميل شرط لبعض 10 كيلومتر 7 كيلومتر بوبا أقول لوغين بقى بقول كورس هذو عنو يبقول بري يبقول برور هذو عنو شن ساعة كيلومتر أو جديد كيلومتر كذب كم متقارنة أما هني ده ده عزيز هاي نقفك وحاول قي يابا إنه ما بيش مر بهلا بعد ده وقب بلام تاعي إنه قرب هذا وقتي إنه سيد بسديه من دبت تاعنا قبل دعية وامر يهيل بو من دبت تاعنا هذا هو حنا إن عمل كلا دوس كيارة ولقد يهيل بيو عنا عبي شر وحرم عنا نقول جد إيه كحولا راع بادية هذا اللغة هي ده ترى بتاعنا على محبة كل نقول لكن ما شارع عاجة تعلينا فدك درن بام كتير واحد سوق قالوا يهيل أنا واسكعوني ولقد إنه وارحول تشري ما صعنيس لأن لحكمة نولا هذا لبهن يهي عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أخبرت وحي أشكت أنها قربت أنها أم سلمة قربت إن ودويس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حقيسة جنبا دنع مشويا أول الدبي أمل الصلاة فأكل وعن منه ثم قام ويستاغ إلى الصلاة صلاة النبي ويستاغ وما توضأ كما نويس سنين إليك وعنه إليك ما هينه marka hadiiska waxa kale laga fahmaya inu nabiga kaleey salaatu wasalaam hilib kala shiilay xamjada la solay ama suuga ah la dubay inu nabiga cunay kaleey salaatu wasalaam bal uu jicla oo cunay jiray salaatu rabbi wa salaamu alayhi anna um salamata gabadha ila akhbaratu waxay u sheegtay annaha ayadu qarabad inay u soo dhaweysay ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam janban dinao mashwiyan la solay فأكل منه وعنه ثم قام إلى صلاة صلاة واستغفر وما توضأ من كويسين صلوات ربي وسلامه عليه ويسكفي عن طائنا أتكلق لقة لقة وتوضأ على الشيء جيو هذا واكي حتى أقلق لقة هاوي عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال أكلنا وانعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء صليبا لعنا في مسجد في المسجد مسجد كدحديث سان صلي قلعنا النبي عليه الصلاة والسلام سألتك بركة وايبا نانتاي إن عن تدل وعنه شرط وإن لو سخينين إن النبي هو أمر عليه الصلاة والسلام مساجد إلا نظيفيه لأدقونيه مارتي لبخوريه فرك إن لو سخيه ويبنان تاي عرض الصحابة ويدح سيحان ترين ويكون حج جنوبي ترين يقو تحجيفه وأدمحي وزوق بيس مارك لب متشره لكن وحال الرباء أدو جنوبه هنا سوقري هذا أدو تحجيفه يكون حج جنوب تنا سوق بيس marka masajidka wax waa lagu dhaxuuni karaa laakiin waa in nadaafadiisa la ilaaliyo masajidka in la ilaaliyo waa maqsad min maqasid diin wa ummadad dhan wixii ka dhaxay waa anal masajida lillah dadku maanta dad bay ku halaynayaan masajida maartay ma ilaaliyaan nabiyullahi muhammad alayhi salatu wa salaam wa hasugan intu ku arkay darbiga masajidka haako inuu hatta mara ku tirin gacantisa ku tiray salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi marka masajid qof walba waa mas'uuliyad saaran muslima inuu ilaaliyo hadaan adiga ka qayb qaadanaynin hagaajinteeda iyo dhaqideeda iyo nadiifinteeda iyo alaabteeda adiga dibkaaga ka ceesho oo ka hayso waa waxa ugu yar akalna waan cunay maca rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam shiwaan salay fil masjid masjidka dhaxdiisa nabiga kula cunay alayhi salatu wa salaam عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وحوني ردفت والمرتقاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هبين هبين ندى كم ذا المرتقاد نبيغ أرعي فأوتي نبيغ وحالوكيني بجنب لنعبى لوكيني مشوي أو للصلي ثم أخذ وقاتي نبيغ أشفرة من ديدي بوقاتي أمتوريدي فجعل وحوني قدقلي يحز إنو مارتي قوينها فحز لي وإي قويي بها هلبكي منو حقيسو وحي قسو قويي قال وحوير فجاء وحائم هذا بلال بلال بائم هذا يؤذنه أغيسين يبي الصلاة نبي مركو الصلاة أنتو وأسوقوا يمقيلة أدوى أسونا أدونا يئنو قوستو أيو وحاوية بلال إم هذا وصلاة أغيسين يفألق الشفرة توريد بطوري فقال وحوير ما لهم حاوصونا ذي تريمة يداه هقا عند عيه بمعنى هبرك وبالك وضع لأن النبي عليه الصلاة والسلام مركو آذان كم مقلو خلاص وح الله على وح قعنتي سكتر وادي كتري صلوات ربي وسلامه عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وحيدايسا
كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله حتى إذا سمع الآذان دن تريركو كشقين جري وهوشون لقبن جري إلا وآذانك كمقلو حدو آذان كمقلونا كأنه لا يعرفنا سدي أسقو النقرنين أي أدقاق جري صلوات ربي وسلامه عليه مركو يلب كيبو نقدد جيب وكوضا قال وحو يلب غيرة ابن سعوة وكان وحوها شاربه أو نقل إلى مغيرنا شارب تيسن قد وفى من صوت إيراتي فقال له النبي وحيو قصه أما أقصه لك وانكو قيني على السواك شارب تيباسا أوسويناتي مغير بن شعبة صحابة قيمة بضم بها مكة وحيوري علي انت تساء أسارته انت علي كت إيراته شر قابي شارب تي إلا ديريه فترة ذيك سهر جيدا شارب تي إلا قابيه قد كان لسيدا يو شاربت إلا عليو قد كان لسيدا يو عمر بن الخطاب وحالي انت سوريا بنجري شاربت قيبت أسقر كحقيني ترت يو مركو بركة دراها مسلمين تا انت سو ملايقي ترى اللي يري وكف كيري ترى يو وساء ملايقي ترى مركو هول يو شوراء لغو ترى رضي الله عنه وأرضا لكن بقابين ترى لقل كي صرف كأما دين تا وان شاربت لقابيو قركنا لسيد دايستو هذا عكس جدا ترى سمينا نعرف قرك تهتم شعرب بعد ترى الدين كنن كوب شعرب ده واحد ده بعد ترى الدين كوب حنك دعينين ما بيجري هاي أقصه لك وأن كوب مالتك كوب قابين يا على سواكن أو قال وحير قصه قصه قابي على سواكن أنت عضي كدير عضي قاس أنت كدير غابي او يينن سو غارين فرورتا انت لاوان حكا لاواتو حكمت بلن بانا كو جيرتا شاربتا لا غابينايو ايي غاركا لا سي دينايو وا الىالو حبن كاستو مهمه جيركا بني ادم كتيما كو الى لو دوغي لو كو ريكسن وا ماغنيزيوم وا خالدن او دان ايي كا قبانايسا شاربتا ماركي لا غابيو ماركا وا خوغ يلانيا قوودهد ماغنيزيوم كا وخي افكا كا غري لها اما سنكا كا غري لها وا ويهي وي كا عيلنيان dad waxa jira sanka farafareeyo oo timaha sanka ka baxa iska gooya ayagana qarka waxay u saaran yihiin inay neef ku dhacdo timaha meesha sanka ku jira waxa weeyaan in la taabto lama ogolo waxay ilaalinayaan jihaas tanafuska oo dhan ayay waardiye ka yihiin sanka marka in la farafareeyo oo hadana waliba timihi laga soo guro hada mashiin sanka gudhiisa laga gurayo waxa laala wixii qabsoomi laha waxay isugu ka tagayaan gudahay isugu tagayaan shabaq yar ba gadaal jira shabaadi timihi laga gooyo shabaqi ba la wada fuuli hadho waado khoorin ba sar kuuno ma ku hayo oo ma sar ka isaa marka dabana neef uga isu bedeli qatarteeda ay leedahay marka hal iska jiro diftu walay marti qaaday ma rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhaata laylatin habayna fawtiya wa lo kare nabiga alayhi salatu wa salam bi jalabin din aba lo kare mashwiyin oo la solayo dum akhada wu qaatay ashfarata nabiga faja'ala wuhu hada yahuzu midki goynaya faxaza li biha wuu iga gooyay min xaqiisa hilibkii qala wuxuu yiri fajaa bilal wa buqire yuudiluhu asagoo ogeysiinaya bi salati fa alqa shafrata hasuuto ridi ama mindidi buu tuuray fa qala nabigu ma lahu maxaa u sugnaaday taribat yadahu gacan dhace qala wuxuu yiri wa kana shaaribuhu qashaarubta ninka la yiraahdo muqirana wuxuu ahaa qad wafa midki dheeraaday fa qala lahu wuxuu yiri aqussuhu ma ku gooyaa laka adiga cala siwaad aw qussuhu adiga labada أما راويك شكي على سواك أنت كدر عليك وحاول ينكو جوبا لغيري حديثك وحو دليل وياي الأمر بالمعروف مال البين كفر يهي وننكو مرتبو نو يهي محاساة إلي أولا حد إلي أون إلهي أدون كان كيني وكا احترام إيا محوها شرفت بدنا قف من آدم مجر النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مغيرنا محوكو يري ما أنو بكاترا مستعاديكو بإسكتر لبدا قيبات قفكم مركب معروفك ولا أمريكا عمر بن الخطاب وحال يرى هذا سكرات الموت كمركو هيي ويل زيارة وإمادة وسروال كيس أنقى وكوه سيو أرك مركز وحير ويل كان ذلك وهايو سروال كقر قاضو استجع كوفي عن ذلك عجوا النظافة بدر إلهي نستجع عبس بدر إنه أنقى لثوبك وأرضى لربك ارفع إزارك حديث كسر ورتين وإنك صوم الرأي إن حتى علماء إسكو هستان المسلم هذا مرض وهوس كقبو أنق وكهوس مرت سلادي سما أصحى سامي سما أصحى يسو ضاد أرق بكثير
muxadiiinta mucdamkoodu waxay leeyihiin salaadiisu ma asaxayso, lianna nahyigu hadduu galo waxa weeyaan shay galo wuu fasahadiyaa bay leeyihin. Marka kuwana waxay leeyihiin waa dembi, laakiin salaadu waa jiha munfaka oo salaadiisu way asaxaysaa, laakiin waa dembiile, waa kabiira min alkabaa'ir. qofkii muslimka marka isagoon cid ku qasbaysa jirin in uu mushabbah ahaado oo lacnada ku dhacdo oo salaadiisii la isku qabsado oo maradiisii uun ay dhulka uun joogto ay anqabwa ka hoos marayso oo uunan waxa nahyi ku soo arooray een soo marray iyo kuwa boqolaalkee laga alifay uunan dan ka gelin, waxa weeye waa arrin aad iyo aad u weyn. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال الله كان بلحم هلب فرفع إليه ذراع وحلو سكر يلي قرب وكانت وحين أهيت قرب كنا تعجبه من عجب جلسه فنهش منها وقوصت النبي عليه الصلاة والسلام قرب كان على نبي عليه الصلاة والسلام قرب ولا تدى واتقانا نبي قال عليه الصلاة والسلام قرب كي تعليه هذا ماذا هو مركز هلب ويدي ستوحي كله نيكو قرب af soomaaligiisa xataa waa lagu baray garabkii baa lagu baray bay ku keenayaan maasha allah soomaalidu meelay ku fiicantahay ka mid tahay qofku wuxuu ku fiicnaado waa shukran inta halaysanna waa la toosin inta laga karo utiya nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiga loo keenay bilaxmin oo farufica ilayhi diraacu garab baa loo soo kor yeelay oo saas la yidhi wa kaanat waxayna ahay tucjibu midkii cajab geliso fa nahasha minhu nahsiga iyo nahashnigana waa kala duwan yihiin فنحش يا فنحس يدو هاء لقد يدو شين لقد يقول لبضع لفوضنا واصح مركا قلكو وحيو تلعسان عاير أفضل الكاها قوقات ونهس نهش يقولنا مركا حيوك وقوصة طوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوى يعجبه مثل عجب قال يا الذراع وقربك وقال وحوجري والسم ولوسمي في الذراع ردوا النبي قال له حويان قرب لوسمي وكان وحوها يرى مثل النبي عليه الصلاه والسلام ان اليهود يهود سموه اني وحويان سميين وانا قصص صحيحه خيبر قال شيدا قبل بعض سميس النبي عليه الصلاه والسلام منك لو رجل ابن معرور ree macruur nin ka midana waaba kii dhintay iyadii loo qisaasay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka badbaadiyey waa allahu yacsimuka min annaas laakiin wuxuu dhihi jiray hilibkii maalinkii aan goostay carabkaygaan ka helahayaa ilaa uu ka dhintay nabigu ummuna caisha wuxuu dhihi jiray suntii carabkayga weli way kasii dhadhamaysay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa maalintii khaybar gadaasheeda xadiis dheer oo qisadu waa dheer tahay mar kalaad insha allahu kutubta dheerdheer baad kaga faa'idaysan doontaa inkastoo la idinkuba kalilaay. عن أبي عبيد النقل إلى هذا قال وحوجر طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكري قدرا وقد كان وحوها يعجبه مثل عجب قالنا يا الذراع ضد ماذا فناولت وحنودي بي الذراع ضد يعني قرب كان ودي بي قال وحوجر ناولني ذراع فناولت ثم قال ناولني ذراع فقلت حال يا رسول الله يا وكم لشات من ذراع ونفق مس قرب لي لبا فودي بي لبا لا لبا دي لبا فودي بي نبي عليه الصلاة والسلام وقصر عليه الصلاة والسلام وحوجر قال وحوري والذي نفسي بيده إلهي قاي نفتي إذا قعندي سكجرت أيام قدرتي لو سكتت هذا الأموس لها إذا ناولتني وديدي بلاد الذراع ما دعوت أنت أن يريها مركو إذا كسع الله ولي جيد ومرد ماتين أظن بأحد لي وقصدي أمنا عائشة راشين كنا نبي قوتك عليه الصلاة والسلام وكذا ما ينواي سنة مثل لبس سنة مركها سيتي روحك ما دمالها بل أدبيكتي كل كي بيكتي وكذا ما هذا da iska deysan lahayd weligeedba kama dhammaadeen. Marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qisada qaybtiisa kale xadiiska wuu ku qoslay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad iska aamusi lahayd waad soo dhiibi lahayd. حديث كلا ضعيف عن عبد الله بن جعفر يقول وحول سمعت مقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يري إن أطيب اللحم لحمك أوغو في عن لحم الظهر دبر كوا سومالي الحديث كان قادت سررتك عليه وانا ضعيف فيك واي حبك بجر لا السعودة حديث هذا ضعيف نقضى إمام الشافعي بحوري رحمة الله عليه الحديث الصحيح غنى عن صحيح عن الضعيف حديث كصحيحة نقضى غفلا
كضعيفك ساكافية وما بهن يقول مرك إن أذيب اللحمي نبي عليه الصلاة والسلام حوج على قرب صوما كاسة أوفى عن هيلك هذا إسبارة ليسه وقالينك واحد عن سيد قاضي يسرر جيل بالغوف فيها أنا غير كنا جسوا مهما هي سنة قانا تين هذا تقانا ليكوا واحد عن سيد قاضي سيد دوا تقانا سرر جيل بالغوف فيها قف قاضي سيد قاضي انتي لقبتون لكوا أم بسرر تجيل لا ترتري ولا سيل لا وبلا صدح بلا تيمال وحده خلاص مصاب حياة مركا سررتنا وعجيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل عني بأوقف في عن صمة بس الحق هذي هذي اللي واركو بيركو كلا وقتين ما دلح حكوب بدل معدن كحديد كلا يداه أريونك بدك والله سياد دكدك باهي ذو كلمة مركا جماعة جوني ده وجوني لكن مركي وكو هذا يالله ما تقول النبي قد دور طيبان دورنا إنه عليه الصلاة والسلام كوكا لو كود دور صنما إنه إلا وكو كويدو ما إنه تراده إيكو قرب عطي الله عن المهاني رضي الله عنه قال ابن حيث دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إيسا وقال إيه فقال وحيرا عندك شيء وحل عنما إيسا ولا علي وقال له إلماء ذلك هايات قلت وحاني لله إلا خبز يابس شبات إنقاقي أما عيش إنقاقي إيا وخل إن يروح ويخلك بهالك ليران أيان هيا فقال وحيري فقال وحيري هاتي كان ما أفقر مقاتون بيت قري من أدم حق سوغة كمقاتون فيه وخل يحي رير خل هايستا سوغة فقير كما أها إجاباتك إنك غيو إلا سلوكا كان وحاوي يخلك سلوكا كان هرم حنو سامري نعم الأدم الخل سامنا سامري حديث كي شنطة بقول اللي حدا بقول فوائد يسال قرسينا يي محو أهدين كي دبق لو أرادية أوهل أيو دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إيسو قال وما لنتي لغا صور نغضي وجعرانا ما وما لنتي فتح مكة عندك ما يهي شيء فقلت وحاني لله إلا خب وحويا خبز يابس شبات إنقاقن إيا وخل إيا وخلان هيا فقال محور هاتي لإمو ما أفقر مقاتون أو ما يعني كما حين نقن بيت من أدم سوغ كما نقن فقير فيه دحديث خل ويهر خل هايستا سوغ عيد كما إيهي كان بوير النبي عليه الصلاة والسلام قبر يهي قف واحد ديدي ومقاتشنو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوج النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة عائشة ديراتك أي لا ديرت على النساء هوانك كفضل ثريد ثريدك ديراتك سوي على سائر الطعام عندك لأنت وكفي عن يهي كمبس عن شيرا لقدر أما شباتي أيالي هذا كمبس ما تقعنا ما هو تقعنا كمبس markii la yaryareeyo ood kacbu noqdaa ama culab noqdaa nyiri nyirina dad baa dhaha soomaalida waa soo luqad badan tahay sooma haye kumbisku waa markii hilibka la yar waayneeyo saliidna lagu daray asaga la isku kumbiyo la isku shiilo dufankiisa asaga kolkii canjeeradii oo ku duban ama jabaatigii oo ku duban ama eeshkii oo ku duban ama muufadii oo ku duban hilibkii sidaas u macaana intaad sii jarjarto ku dhex rido la isku kiciyo hadee waa cunnadii ugu fiicnayd waay laa bacda hadaba google gareeya fariid oo suurada uu idin soo baxaya kumbis bay dhahan ogaadeen la socdo marka kumbiska inta cuntada kale la dheer yahay yay ummuna aaisha nabiga kolkolinaya calayhi salaatu wasalaam an anas bin malik radiyallahu anhu qaal عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام وأسلك كيه رمية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أركي وتوضأ كوي سيستي من ثور أقط عنها كالبيض اللو يقانو أسقو كوي سيستي بان أركي كالباي متقانا عنها الفريسية اللي أتكي كان هذا هذا تقانا كوستيقا إيو معيها يكون داسدها كتيرا
كاسو قوينوا لكن دتك رباديها أنا تجفيف سكروا أي كحف دي سن كلام كلكم ما كبر تض ما يجا سكروا أي تح واحد كحف ديانا وكلامين هيني تجفيف كاس كوسا ما يسن كلام وهي هي سن كلام أنا أنت ليل وين لبوش شبه أنا كسو هريرك يا كل ما والبوش شبه والجود دبولي والجود دبولي والجود دبولي والجود دبولي مركم مدرسة هذا مضع بقى جدال جرينا يا بيه بقى دمان أنت garoortii oo adag ba kolba sidii loogu daray waxay noqonaysaa sidii soorti oo kale dhagax bay noqonaysaa waa tii xataa nabiga kaleey salaatu salaam uu yiri zakatul fitriga waa lagu bixin kara marka nooc ay caanaha ku ilaashadaanayseen oo dayac min ayay ahay rabaadiyuhu gabdhaha fiican ragooda markasta way u diyaarin jireen gabdhaha rag dhaqaaleyska ah ee ragooda dhaqaaleysta mar walba kalbayda way u hagaajin jireen aqibta مرك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ سوى كل قلق ضيب أركيه من ثور عقد ديبي وحويان كالبيض سوى كل الله يرمى رآه أكل إنه حني من كتف شاة ناف أريا وحويان قربك أما ثم رآه وحو أركيه أكل أسوى حني مركا كذب من كتف شاة ناف قربك أسوى حني ثم صلى ووت كذي ولم يتوضع تنوي سمعها وحالي إذا ذاوى دعم دق يلقلق الشوء qofka weysaystay weysada qaba haduu gacmaha dhaqdo oo luqluqdo wajiga dhaqdo asaba weysadiisi iska qaba uu tawadduu baa ma lagu dhihi marka hada waa tii luqawiga ahayd tii salaad burinaysay ma aha weysada burinaysay baan u jeedaa عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو كولي مي على صفية بنت حيي قبل لورنتر بتمر تمر وسويق هي سويق أب صوماليا كو يقان يا قالون بعبع دانجو ما هذا سويق وكواس للشيدي annaga baadiyaha meesha aad aadin markaa safaraysan jabaatiga ka qaadataan saasaan sameyn jiray waxaad bacbacsanay kolba raashinkaad haysato ama shaciir ama qamandi ama galley ama hadhuur yar yare masagada weynbida wax alaala wixii midho ah oo baxa oo baad bacbicin kolkuu gub si fiican kuugu salmo yaad shiidani bahalkii lagu shiidi jiray mashiinada ma jiri jirin mar dhow baa la helay bahal oo shiida la yiraahdo ama jilbays la yiraahdo lagu shiidi jiray waa shiidani waxaad ku ridanaysaa qandi haa balsa loo wareejin jiray shiida loo wareejin jiray markaad shiidato waxaad ku ridanaysaa anaga marka waxaan sameyn jiray waxaan ku sii qasi jiray markaan shiidno cod codka subaxa galada saxinka lada baad ku qasay laakiin nabiga kaleey salaatu salaam xadiiskii galeysa salaadii waa la gaaray inzil fajdac lana ka oo maalatay noos noo qoosh soo ku afurahayeen marka sawiq wa kaas aniga hadba dhuba sameeyay waan gadgaday qolki aad iga gadan waayay ma iska daay qofku waa sahay cunto uu maari dadka dhirta oo ama iska bolada reeraha al xasaskiisa la joogin intu guriga iska dhigta aroorti markuu meelaha ku warwareegaysan lahaa waad uun aanu baad ku qasani ama biyo baad ku qasani waa mushaali diyaar ku ah talaq baad siinaysa heer sare weeye laakiin hadda inagu waxay maba naqaanay baryahan raggii dadka gacmahooda la hayaa wax walba waa loo sameeyaa bacha poochis baa la dhahaa marka awlama rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku welimaystay calaa safiyata gabadha la yidhaahdo bitamrin timir iyo wasawiiqin bacbac la shiiday ama daangal la shiiday soo ma jeedaan innagana waad aragteen wax la samaynayo geelal baa la qalaya intaasoo xoolaala waxa la maqaahayo iyo digaagta ordi waxa garabka iyo soo minana qofku ninku wuu weeday moobi gabadhiiba wuu baasaysa wuxuu leeyay tanaa bay caydaysay hadday welimadu iska fududahay cumar ibnu khataab markii laga radiyey uu damcayn u xadeeyo qolkii u dambeysay wuxuu dhihi jiray haweenka meherkooda iyo welimada oo la badiyo hadday khayr tahay lakaana awlaakum rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam haddii welimada oo la badiyo iyo meherka oo la badiyo uu khayr tahay ama sharaf tahay ama ilaahay ka cabsi tahay law kaana taqwa min allaahi
هذا إلهي كعبد تاي أما شرف تاي لكان أولاكم به رسول الله لو يلا محمد عليه الصلاة والسلام إنك أولي سلام ودي شري منا معها والحولي إن ترتيب صلاة ما كان صلاة بقول حولي جري عليه الصلاة أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة قبلها قبل ما ركيل جورسنا يو خرش ير وحاوي وقبلها أبو بركة بدل بديش إن قبلها بركة عمر همنا فوكمين يجب جب يوحنا رمنا أنت أصلا هوتيلين بالبلد كريجي أنت أصلا جاري ولا سكوت من حديدية يوم ألعب تأصلا خبا بركة والله مرحبا هلا قاعد على قولي كرتي يبلا بس على لوس ميت يدينه ويبس وحاب الله جاب إني وهم تلبها قشطوا أي ترى على قبلا وحاز على لوس ميت يعني كان مال إيه سمي ميت كون بركة مرحبا أبيه يجب هو يدينه بركة قبلي لا مرحبا قبلي إني إسلام مرحبته سهل يعني لحلا سمي يوم له لبولين ما هي لكن هو لو شيء عري أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين حن إذا قلت يا أبو دستور نظر إنك عرب يسار والله لا أرمين بين أكتافكم لا بد كربال ما لينك قد توجب بودي سك استوى على عرارة ها حديث ضعيف إنه قصه وجهان هل كهتشو عشر معاهم